نقطة تقطفها من فريق العين أكيد بأن نتيجة إيجابية. الكرة ترسل إلى الأمام، أوكوكو يا سلام، أوكوكو يا سلام، الله تحدثت عنه الصحف الفرنسية كثيرا وهو حديث الشارع في هذه الليلة. أوكوكو الفرنسي من الأصول الكونغولية يفتتح التسجيل للزعيم بعد العودة، عدت والعود أحمد وأوكوكو. لكن النقلة من مين؟ شوف الانطلاقة لهذا اللاعب الذي بكل سهولة بكل مرونة بكل رشاقة سجل للعين ليتقدم الزعيم في هذه اللحظات. إنهم لا يبحثون فقط عن الحفاظ على لقب بطولة الدوري، بل يبحثون عن الحادي عشر. إنهم دائما وأبدا ما يبحثون عن المنصات، عن التتويج، عن البطولات. كيمبو كوكو، محمد سالم، المساحات موجودة، كرة عرضية للجون، الله الله يا جون، أنت من كنت قريبا من تحطيم رقم روجي ميلا، أنت الذي وصلت بغانا إلى ربع النهائي، أنت من تسعد العينويين، أنت حبيب العينويين، الله عليك يا جون. ما هذا الجمد، ما هذا الارتقاء، ما هذه المتعة، ما هذه الرؤس، الله عليك الله عليك. إجيان لا يمكن، إجيان من الخيال، إجيان من المستحيل. هدف ثاني يسجل براس إجيان. طريقة الاحتفال الذي يفعلها إجيان على فكرة صارت تطبق من قبل لاعبي فريق العين في أكاديمية نادي العين. ثلاث، الكرة ما تروح فوق، الكرة في الأرض، الكرة في الأرض، الكرة في الأرض يا بروسكي، الله يا متعة، ما بعدها متعة يا زعيم، يا حضارة، ما بعدها حضارة يا زعيم، يا أمة تصفق في هذه اللحظات. بروسكي الكرة على الأرض والزعيم هو اللي فارض نفسه على الأرض. هدف ثالث يسجل العين، بروسلي وليس بروسكي يسجل هدفا ثالثا في هذه اللحظات للعين. استلم، مر، تقدم، وضع الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم الزعيم بهدف ثالث يسجل عن طريق بروسلي الأسترالي. شوف لكن قبل الهدف اللمسات والنقلات والتمريرات والأريحية كلها كانت موجودة. جون، يا سلام يا سلام جون، ماذا عساني أن أقول، ماذا عساني أن أعبر. الصمت يفرض نفسه علي وأنت تفرض نفسك في دور المحترفين. إجيان ماذا أقول، كيف أعبر، تخونني الكلمات في وصفك يا غاني. هدف ثالث يسجل في هذه اللحظات. السمو إجيان الغاني ابن أكرا القادم من غانا يسجل هدف ثالث. أتلومون الطفل الإنجليزي المشجع لسندرلاند حينما ذرف دموعه باكيا على جان حينما رحل من سندرلاند؟ بالله عليكم اتلمونا اتلمونا، لا يمكن، لأن هذا الرجل الأسمراني لا يمكن أبدا إطلاقا يا جان، أنت مستحيل. هدف يسجل بأقدام السمو جان. يا سلام يا لويس، فرناندو حاول يمر لكن تبعد من أمامه. إجيان انطلق انطلق، مرر لبروسكي الخامس، لا يمكن لا يمكن هذا الإجيان، لا يمكن هذا الإجيان، لا يمكن هذا الغاني، ليس هو من سجل، سجل بروسكي، لكن مين اللي مرر، مين اللي مرر، مين اللي صار
صنع الخطورة أسمر يسمراني من السك علي إيجا. لا يمكن ما يقدم أسمر جان في هذا اللقاء. شوف الاستلام والله يكفي التمرير لبروسكي اللي وضعها في الشباك بكل سهولة. وبروسكي وبروسك العين يسجل الهدف الخامس في هذه اللحظات. العين إذا فاز يفوز بنتيجة كبيرة. هكذا تكون المباريات الماضية. كرة ملعوبة خطيرة والكرة ضاعت. ضربة جزاء ضربة جزاء لدبل بجيرة في هذه اللحظات وفرصة لتسجيل هدف أول وفرصة لتسجيل هدف تاريخي. من سيكتب اسمه بالتاريخ ليكون أول لاعب من لاعبي دبل بجيرة يسجل في مرمى العين. ننتظر ونتابع. يستحقون هدف لاعبي دبل بجيرة على الأداء اللي قدموه في اللحظات الماضي. بطاقة حمراء بطاقة حمراء ظهرت على محمد سالم. اذا العين راح يلعب ناقص بعشرة لاعبين. محمد سالم يترك ارضية الملعب مطرودا والعين راح يلعب بعشرة لاعبين. لدينا في الثلاث جولات الماضية خمس بطاقات حمراء وهذه البطاقة السادسة. الآن نحن أمام ركلة الجزاء رقم 13 في دوري المحترفين. ركلة الجزاء 13. اللاعب اللي راح يسجل ألكسندر يسجل سيكون أول لاعب يسجل في مرمى العين من لاعبي دبل بجيرة. ألكسندر بيتقدم وداود سليمان في حراسة المرمى. ألكسندر البرازيلي. ألكسندر جول 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 لدبل بجيرة. يسجلون أخيرا في هذا اللقاء عن طريق ألكسندر من ركلة جزاء. يسجل دبل بجيرة ويعلن عن أول هدف في مرمى العين. هدف تاريخي لدبل بجيرة عن طريق اللاعب البرازيلي ألكسندر.